عايزه اركز النهارده مش بس على التواصل ما بين الاثنين، عايزه اركز على الاستماع من الام. يعني ما هو هتستمع لما تخصص وقت. ايوه، انا دلوقتي قاعده اهو، انا ابني مثلا قاعد قدامي وانا قاعده ماسكه الموبايل مثلا، انا سامعاه على فكره هو بيقول ايه، انا فعلا سامعاه، ولو سالني في حاجه هو بيقولها انا هرد عليه بس انا مش بصاله. هقول لك على حاجه صغيره قوي قوي حصلت لي انا شخصيا النهارده الصبح وانا جايه اتكلم في صميم الموضوع ده. ياريت. ابني بيتكلم معايا، وانا ابني في ثانوي يعني، بيتكلم معايا على بلان يومه مثلا، انا هعمل كذا، هذاكر كذا، هاخد البريك الفلاني، هو بيتكلم وانا بكلمه في نفس الموضوع، ولا انا ماسكه الموبايل ولا انا بقرا اي حاجه ولا انا يعني مش متشتته عنه وبصاله. مهم جدا ما بقاش بعمل اي حاجه تانية وابني او بنتي بيكلمني، ده حتى من اداب الحديث عموما يعني، حتى مع فيما بيننا يعني، الاي كونتاكت او نظرات العين وانا بتكلم معاه، ملامح وشي وتقطيع وشي وحضوري وانا بتكلم مع ابني او بنتي، ده مهم جدا. حتى لو ساعات بيجوا الولاد يتكلموا معانا واحنا مثلا واقفين في المطبخ بنعمل حاجه، هو ده عنده احتياج، لو قدرت اسيب الحاجه والتفت له، او انا قاعده على الكمبيوتر بخلص شغلي، او جايبه معايا شويه شغل من شغلي بخلصهم في البيت، لا لو قدرت اقفل كل حاجه واقول له انت مهم بالنسبه لي، انت شغلي الشاغل، انا بشتغل كل الشغل ده وبعمل كل حاجه عشان نفسي، وده يعني عامل كبير جدا، لكن كمان انت سبب قوي لان انا عايزه اوهب لك حياه افضل وعايزاك تعيش في حاجه. يعني ولادنا بيبقوا داخلين في كل نوايانا على فكره يعني، فانا اخصص له الوقت ده. حلو، لازم يكون نابع مني. المشكله اللي انا عملتها انه ابني بيحكي لي وانا في نفس الموضوع، وانا باصه في عينيه وانا حاضره تماما معاه ومركزه خالص في نفس اللي بيقوله، بس انا بساله اسئله وهو بيتكلم، عماله مش واخده بالي ان انا بساله اسئله في نفس الموضوع. مستر فلان كلمك، الكتاب الفلاني لقيته، لاحظت انه بيقول لي ماما انت بتقطعيني كتير. شوفي قد ايه، على فكره الطفل الصغير زيه زي الطفل اللي في مقتبل شبابه أو بداية شبابه، بيحس بس ما بيعرفش يعبر، وبعد شوية ممكن يبقى ده عنده رد فعل أنه مش هيتكلم لأنه بيقابل، ده هو بيحسه أنه عدم اهتمام، بالرغم من أني أنا فاكرة أن أنا ده كيرنج أكتر ورعاية أكتر واعتناء أكتر وبكلمه في صميم الموضوع، بس أتريني بقطعه. فبنسمعهم إزاي؟ حواسنا فين وإحنا بنسمعهم؟ لما بتكلم معاه نبرات صوتي شكلها ايه وهو بيحكي لي؟ هل نبرات صوتي بتشجعه انه يحكي لي اكتر واكتر؟ ما هو احيانا بيتحسس الموقف عشان يحكي لي على مشكلة اكبر مثلا. هل تقاسيم وشي وملامح وشي بتنبئ بانه لو قال لي حاجة، او ردود فعلي عموما انه لو قال لي على حاجة هو معتبر انها كارثة مثلا، او على مشكلة كبيرة او غلطة حصلت، هل انا هقوم اقطع الدنيا بقى وهيبقى رد فعلي شكله ايه؟ يبقى خلاص بناقص، ما يقولش ما يحكيش.